كيتلاعبوا بالقوانين وكيتلاعبوا بالناس وبظروف الناس وآهات الناس و كيتلاعبوا وكيتاجروا مآسي الناس. هي حقرة وغباء. هاد السيد هذا غبي كياخذ قرارات عشوائية مبنية على باطل. كاين واحد العشوائي واحد الفوضى خطيرة في منطقة الغرب بالضبط في سيدي سليمان. باش يمصوا الدم لهذا ويمصوا الدم لهذا. ايوا هاك رخصة البناء، هاك التصميم الهندسي، هاك الملكية. لا دوز عندي المقاطعة. جا هدم لي المحل ديالي، ضيعني في 9 ديال المليون. كيهز لك السلعة على أساس باش ديال الفوريا ولا البلدية كذا كيديها كيبيعها. حنا كما قلنا في دولة الحق والقانون والديمقراطية، ماشي في دولة الغابة ودولة المنتظم الدولي كيحسدنا وكيغير منا على بزاف ديال المحطات التاريخية، من مونديال قطر للزلزال للطفل المرحوم ريان لكذا. كتلقى الالتحام والتماسك والتكامل ديال الناس كيفاش انما كاين الطابور الخامس اللي كيبقى يسوس العظم ديال الدولة من الداخل. كنسميه انا الطابور الخامس اللي كيخدم الاجندة الامبريالية ديال الدول الانتهازية اللي باغا الخسارة بالبلاد. هاد الطابور الخامس كيبقى يسوس الدولة من الداخل عن طريق الفساد الاخلاقي اولا، عاد الفساد الاداري. عاود لي شنو المشكل اللي عندك بالضبط؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوضى. فوضى باسم القانون. في دولة الحق والقانون والديمقراطية. كاين الفوضى. الحمد لله، الحمد لله على هاد البلاد السعيدة وهاد الوطن الغالي. اللي دولة عريقة ومتجدرة وضربة في التاريخ. احنا راه دولة، احنا راه امبراطورية، احنا راه دولة المؤسسات، دولة مؤسساتية. يعني مؤسسة في مؤسسة في مؤسسة. ملي كنلقاو بعض متخلفين عقليا، بعض المتخلفين عقليا او المرضى نفسانيا اللي كيسحب ليهم هذاك المرض ديال 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 السلطه، المرض ديال الحكم. يعني كان واحد النوع ديال المرض ما كيتلاعبوا بالقوانين وكيتلاعبوا بالناس وبظروف الناس واهات الناس و كيتلاعبوا وكيتاجروا في مآسي الناس وكيسترزقوا بالمعاناة ديالهم للوصول الى جيوبهم. ولكن انت مع من هذاك المشكل؟ دابا راه بزاف الناس بهاد الخرجة ديالي، راه كاين اللي كيعرفني كما قال لي هذاك من عرفني فقد اكتفى، ومن لم يعرفني هذه الفرصة، هذه الفرصة باش تعرفوني ونتعرفوا. احنا راه حنا راه ولاد الناس. شي المغاربة ما كاينش راه فعلا ما كاينش بحالهم. حنا راه ولاد الناس وطيبين، الشعب طيب. ولكن ملي كتبقى تجرح فيه وتحك عليه تحك عليه تحك عليه كيعطي الريحه وكتقول له واش انت ايه حنا هكا ايه وهذا. انا عندي مشكل مع داك المسؤول ديال المقاطعه الحضريه الاولى سيدي سليمان. اخترق في حقي بزاف ديال القوانين واخترق في الدوله، اخترق القانون مع الدوله ماشي حتى معايا انا. ياخذ قرارات عشوائيه مبنيه على باطل. يعني شنو المشكل اللي عندك مع القيد؟ هذا مارس بزاف ديال التظلمات وبزاف ديال التعسفات، وكيجي كل فين ما ترشق له يشرب كاس ديال القهوه، كيلبس الكيطمه والسبرديله ويجي يدق عليه يدق عليه الدار. الا كانت هو داك كيدخل يدرم عليا، وهذا الا ما كانش كيفرع الدار ويدخل. يعني شنو الدرجه؟ حتى لهاد الدرجه. ملي كنطالبوا القانون اهانه موظف. عطيني القانون ديال الممثل ديال الحق العام، ولا عطيني القانون ديال داك اللي كيمثل جلاله الملك في العدل اللي هو وكيل الملك. عطيني الممثل، عطيني القانون ديال وكيل الملك بالله ما راك جاي لعندي. ولا كيجمع الرجال ديالو وكينسحب. كاين واحد العشوائي واحد الفوضى خطيره في منطقه الغرب بالضبط في سيدي سليمان. ولاو كيمشيو يخلقوا النعارات بين مول القهوه ومول المحلبه،
كيمشي عند مول القهوه كيحيد له الباش والكراسه وكيقول له راه صاحبك اللي برقق بيك هذاك مول المحلابه اللي حداه ولا مول المصبانه ولا مول السيكليس ولا كيمشي الاخر عند مول السيكليس كيقول له راه مول القهوه اللي كذا حيد لي هذا اللي كذا وكيخليو الناس بيناتهم كتنازع انا عندي الاثبات اي حاجه كنقولها عندي عليها ورقه اكري شي حاجه موثقه جا المره الاولى في 2021 بذريعه بناء عشوائي هكا ودي السيد القانون ديالك ها الرخصه ديالي ها التصميم الهندسي ديالي ها الرخصه ديال الاملاك الجماعيه فين تحط المشاكل ديال هذاك الشيء ديال الرمله وداك الشيء وهذا هاك رخصه البناء هاك التصميم الهندسي هاك الملكيه لا دوز عند المقاطعه واخا ملي كدوز عند المقاطعه كيبقاش درجه كيبقى لدرجه ان شد لك الميل فورمالك في الارض ملي كنطالب بالقانون ديال الهدم كذا ايقاف استئناف الاشغال هذاك ايقاف استئناف الاشغال ما عرفش منين جابو ملي دخلت المحكمه ودخلت قلب المحكمه يعني الداخل واش نتوما اللي عطيتو لا ماشي حنا يعني الناس اللي كيعطيو هذاك ايقاف قال لك ماشي حنا هذه في 2020 نحاول نختصر شي شويه كنطلب الناس اللي كيسهروا على العداله وكنطلبوا ان يخافوا من الله هو الاول يديروا الله وديروا بالله ما هاد الجوج دقائق اللي غنعيشوا هكذا راه دايزه راه غدا راه غادي هذيك المحكمه تحط كامله قدام سيدي ربي ونقول لك هذا ظلمني وهذا كيغطى عليه حنا كما قلنا في دوله الحق والقانون والديمقراطيه ماشي في دوله الغابه ودوله المنتظم الدولي كيحسدنا وكيغير منا على بزاف ديال المحطات التاريخيه من مونديال قطر للزلزال للطفل المرحوم ريان لكذا كتلقى الالتحام والتماسك والتكامل ديال الناس كيفاش دي ملي سيدنا كيمشي كيعطي الدم ديالو هذا كترجم بين الشعب والمالك كلشي متداخل متشكلين انما كاين الطابور الخامس اللي كيبقى يسوس العظم ديال الدوله من الداخل كنسميه انا الطابور الخامس اللي كيخدم الاجنده الامبرياليه ديال الدول الانتهازيه اللي باغا الخساره بالبلاد هاد الطابور الخامس كيبقى يسوس الدوله من الداخل عن طريق الفساد الاخلاقي اولا عاد الفساد الاداري انا كنسميه فساد اخلاقي هاد فساد اداري وهاد الفساد بزاف ديال الدول حنا راه شفناهم طاحوا ونهاروا الدول طاحوا ونهاروا بصفة نهائية عن طريق الفساد واش عرفتوا شنو هو الفساد هو ماء الوجه ديال الدولة الفساد هو اللي كيعكر او كيطيح ماء الوجه ديال الدولة وشي شي شي وحدين راسهم سخوم شي وحدين كيحسبوا راسهم فوق القانون شي وحدين كيحسبوا راسهم طولانطية وشي وحدين انا ولد الدولة والدم ديالي كيجري بالاحمر هي ما يمكنش لي نقول شي حوايج اللي الغيره ديالي على البلاد قاتله راه نهزها فوق ظهري وما نبوحش بشي حوايج راني نصبر ونهز الدار المولف انا بالضربات انا عندي مشكل مع قايد ماشي مع اطراف ماشي مع صحابه انا كنقولها وكنعاودها عندي المشكل مع قايد ماشي مع صحابه دابا القايد هذا فين شنو دار معاك؟ كنقولها وكنعاودها اربعة المرات كيجي كيهدم لي المبنى ديالي بدعوى بناء عشوائي بدون تصميم بدون رخصة بدون كذا وهل انت عندك الرخصة وعندك قلت لك انا مجرد من 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 من, من حق الكلام واش عرفتي شكون هما واش عرفتي على من كينطبق هاد الشخص مجرد من حق الكلام هما العبيد هما اللي ما عندهمش حق الكلام حق الراي حق مجرد من جميع من حق ابداء الراي انا راه ماشي عبد راه انا حر ولد حر ولد حر هذه كلمه الفتحي من 1815 الاسم ديال الفتحي خرجوا منهم قائدين ورؤساء فرق عظيمه ديال الحروب راه ماشي عاد بدات انا راه حر
ما عتمرش عليا داك ديال الانزلاقات والتفويتات والتلاعبات والنعارات و... قانون لا يحمي المغفلين. إيه لحد الآن أنا غادي بالمسطرة وما زال كنآمن كاين قانون في البلاد. هذه الرسالة دي بغيت نوجهها للرأي العام باش يعرف بالله ما راه محمد الفتحي راه لحد الآن راه متبع المسطرة، راه لحد الآن وعندي بزاف الأوراق كنلعب بها. جيتي لعندي أعطيني قانون باش جيتي عندي، ما عندكش راك معدي. شي اللي كنعرف راك معدي راك ظالم. عندك نشوف المسطرة ونشوف احنا تحت امر القانون ماشي تحت امر العلاقات وتحت امر نديروا له نشوف كيفاش نحفظوا ماء الوجه ديال القايد ونديروا له شي. احنا تحت امر القانون في دولة القانون. راه جلالة الملك حط هذا العنوان هذا عريض في 2004 حط للجامع عنوان شامل فيه فلاح فيه بناي فيه وزير فيه رئيس فيه وكيل الملك فيه ما نعرف شكون. عنوان شامل ماشي فئة نطبقوا على بابها القانون وفئة نحميوها باسم القانون. هنا كتكون الفوضى. واحد ظلم واحد وحميتيه هنا كتصنع الجريمة، هنا كتتم صنع الجريمة. جوج مناقشين وكانت مسطرة عادلة رحنا الحمد لله. وكنعاود نكرر الحمد لله على الدولة دولة الحق والقانون والديمقراطية، ومن هذا المنبر نبينوا للناس بلا ما كاين قانون. وكنتحمل جميع المسؤوليات والضمانات والقوانين المعمول بها على هاد الخرجه هادي. كنحمل المسؤوليه لراسي انا، انا ماشي برلماني ولا حقوقي ولا سياسي ولا. جلاله الملك حطنا برلمان حطنا سياسه حطنا مؤسسات حطنا كذا اللي تدافع على الحقوق النكده. ونشوفوا هاد المؤسسات وهاد الدهاليز ديال الدولة كاملة اللي خرج من جلالة الملك باش يسهروا على كرامة المواطن. نشوف واش شي واحد غادي يتحرك. شنو الرسالة اللي دوزتي؟ الرسالة بغيت المواجهة مع هاد السيد هذا فقط، بغيت على المواجهة. الله يطول. انا راه من خدام القصر العلوي المجيد، انا خادم من خدام القصر العلوي المجيد بهاد المناسبة هذه. 18 عام وانا في الخدمة ديال القصر العلوي المجيد. لك دوك الناس شرفاء وأولياء وطاهرين راه شي حاجة كبيرة، شي حاجة كبيرة. حتى شي الكلمات ما لقيتش شي كلمة اللي غادي نوصفهم بها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.